وسائل الترفيهية والغذائية وأيضا التنظيمية بالنسبة لعمل وأداء الفندق. النهاردة يمكن نتكلم عن النواحي الصحية اللي بتتعلق بالطعام المقدم للنزلاء داخل الفندق، وبنتكلم عن نواحي صحية للأطعمة المختلفة. بيسعدنا أعزائي المشاهدين أن يكون معانا اليوم الأستاذ وسام محمد مصطفى، معلم مواد فندقية بوزارة التربية والتعليم بمادة الصحة الغذائية للصف الثالث الثانوي الفندقي. أهلا وسهلا بك يا فندم، أهلا وسهلا حضرتك، منورانا حضرتك. ميرسي حضرتك، شكرا. أستاذتنا أستاذة وسام، يعني حضرتك متخصصة في الجانب الخاص بالصحة الغذائية، ويمكن إشكاليات كتيرة جدا بتبقى معانا في بعض الفنادق عند استقبالها للدواجن المجمدة. كيف يتم استقبال هذه الدواجن المجمدة والتعامل معها داخل الفندق؟ هل هناك شروط معينة يعني بتبقى يجب توفرها عند استلام هذه النوعية من الأطعمة ولا لا؟ أكيد طبعا الدواجن ده غذاء شائع وغذاء محبب لجميع الأشخاص، فلازم مفروض الأشخاص اللي هم قائمين باستلام الدواجن لازم طبعا يكون في شروط معينه بيراقبوا بيها الدواجن اللي هم هيستلموها عشان يتاكدوا من سلامتها. فلازم ان هم يبداوا يشوفوا ايه اللحمه بتاعه الدجاج، يبداوا كمان يشوفوا كسور العظام وعدم التحامها، يشوفوا عدم كفايه تصفيه الدم، يشوفوا اللون بتاع الدجاج ولون اللحمه بتاعتها، يشوفوا كمان الاعراض المرضيه الممكن الواضحه على جسم الدجاجه، يشوفوا الدجاجه تكون خاليه من اي جروح او تمزقات او عدم ظهور لون الصبغات، لان لو لون الصبغات ظهرت ممكن تكون دي دليل على مرض معين الدجاجه اتصابت بيه. طبعا الدجاجه احنا ما شفناهاش حيه، فما قدرناش ان مش هنقدر ان احنا نحكم عليها هي سليمه او مش سليمه، فطبعا لازم ان انا اراقب كل الحاجات اللي انا قلتها دي عشان اتاكد من صحه الدواجن. تمام، القائم على هذه المراقبه هو رئيس الجوده يا فندم، ولا اللي بيقوم بيها حتى الطباخ او الطاهي؟ اشخاص بتكون مخصصين في ان هم لاستلام الاطعمه او استلام الدواجن وهي داخله، طبعا بيكون عندهم خبره كبيره، مروا بخبره كبيره ان هم في استلام الدواجن، عشان بيقدروا ان هم بمجرد ما هم يشوفوا الفرخه او يبداوا ان هم يقلبوها يبداوا يعرفوا كل الاعراض المرضيه او يتاكدوا من سلامتها او من عدم سلامتها. حضرتك اتكلمت على الجانب الكيميائي، كيف يتم استخدام الجانب الكيميائي في الكشف على جوده هذه الفراخ؟ في اختبارات بتتم على الدواجن، في اختبارات حسيه واختبارات كيميائيه وميكروبيولوجيه. الاختبارات الحسيه دي معناها ان انا بشغل فيها الحواس الخاصه بتاعتي، ان انا ابص عليها المسها الرائحه. فزي مثلا الاختبارات الحسيه ايه، لو جبت الفرخه وبدات انا ابص عليها فهشوف اللون، لون الفرخه المفروض يكون ابيض مشبع بالحمار، مفيش اي كدمات او اي علامات زرقاء فيها. كمان القوام بتاع الفرخه لازم يكون صلب ومتماسك، ما يكونش يعني لزج او لين قوي، يعني ما يكونش فيه لزوجه. كمان الرائحه بتاعه الدواجن لازم تكون رائحه حسنه ومقبوله، وما تكونش رائحه كريهه او رائحه ليها ريحه ان هي ممكن تكون كريهه او يعني مصابه بضرر او اي تلوث يعني. تمام، السؤال لحضرتك يا فندم، هل لو كان في كدمه في الفرخه بلون ازرق ده معناه انها غير صالحه، ولا دي عند يعني ذبحها اصابها ممكن زبحها؟ تكون الشخص اللي هو قام بذبح الفرخه ممكن تكون السكينه خبطتها فخبطت مثلا الفرخه فادتها كدمه زرق، او ممكن تكون بسبب مرض. وده عيب من العيوب، ما بيقبلوش عاده النزلاء. بالظبط. تمام، نتكلم على صحه الالبان يا دكتور. هي لسه في الاختبارات الجوده في الدواجن، في اختبارات اتكلمنا عن الاختبارات الحسيه، في الاختبارات الكيميائيه، ودي بتتم عشان نقدر تقدير الرطوبه وتقدير البروتين وتقدير الايه الدهن. اما في اختبارات تانية والاختبارات الميكروبيولوجيه، ودي طبعا الاختبارات الكيميائيه واختبارات الميكروبيولوجيه دي بتتم في جهاز الرقابه الحكومي. تمام، الاختبارات الميكروبيولوجيه دي بيشوف عدد الاحياء الدقيقه اللي موجوده في جسم واحد من الدواجن، يعني بياخدوا قطعه من الدواجن وبداوا ان هم يفحصوها علشان يشوفوا عدد الاحياء الدقيقه اللي موجوده ايه جواها، بيعرفوا كمان معرفه الروائح بمعرفه المفحصين او المختصين. ده من خلال الدوله يا فندم في الرقابه الدوليه الحكوميه. طبعا فبتاخد عينات من هذه الدواجن طبعا، وبتقوم بتحليلها وبتشوفها حضرتك. بالظبط، بتبقى تحت اشراف وزاره الصحه او مديريه الطب البيطري. تمام فندم، طبعا عدم الاهتمام بهذه النوعيه بيعرض القائم على هذا العمل بالمسؤوليه
القانونية. أكيد طبعا. تمام. طب دكتورة، يمكن صحة الألبان برضك لا تتجزأ عن صحة الدواجن، أكيد وبنشوف يمكن الألبان وسط يعني حي أو وسط ممكن قوي يبقى مناسب لحياة الكثير من الميكروبات. اسمحي لي نتكلم عن صحة الألبان، وهي مطلوب منها من شروط معينة لاستكمال هذه الصحة. هو اللبن اصلا ده غذاء شائع طبعا، بت بت بتتناوله جميع طبقات المجتمع، يعني تمام. الاطفال والكبار والصغيرين والشباب، محدش بيقدر ان هو يستغنى عنه. كمان هو غذاء عالي القيمه الغذائيه عشان بيحتوي على كثير من العناصر الغذائيه، بروتين عالي القيمه، بيحتوي على سكر اللاكتوز، بيحتوي على دهون، على كربوهيدرات، على املاح معدنيه، طبعا اهمها الكالسيوم اللي هو بيمد الجسم الانسان بالايه، بالكالسيوم. تمام. فطبعا اللبن من اكتر الحاجات اللي هي لازم ان احنا نهتم بان احنا بتناولها. تمام. طب اللبن بيتكون من ايه؟ اللبن بيتكون من بروتين، بيتكون من ميه بنسبه 87%، بيتكون من بروتين بنسبه 3.5%، بيتكون من دهون بنسبه من 3.5% 3.7%، بيتكون من كربوهيدرات بنسبه 4.9%، بيتكون من املاح معدنيه 7%. فطبعا اللبن ده غذاء شائع جدا، وهو بيكون من اكتر الحاجات اللي بيكون معرضه للتلوث. لو اتكلمنا عن المكونات الغذائيه لللبن، ودي مهمه طبعا لجسم الانسان، هو بيتكون من بروتينات، وبيتكون من بروتين عالي القيمه الغذائيه، الجسم ما بيقدرش يستغنى عنه، لان هو بيكون احماض امينيه اساسيه في جسم الانسان الجسم ما بيقدرش يتكونها وما بيقدرش ان هو يستغنى عنها في تجديد خلايا انسجه الجسم وتجديد التلف منها. تمام. اهم البروتينات دي ايه؟ الكازين واللاكتو البيومين والجلوبيولين. تمام. لو اتكلمنا عن بعد كده عن الدهن، هنلاقي ان اللبن بيحتوي على دهون بشكل حبيبات صغيره بتنتشر في اللبن، بتكون مستحلب طبيعي، بيكون بيحتوي على دهون مشبعه ودهون غير مشبعه قصيره وطويله السلسله على حسب عدد الاحماض الدهنيه. طب اللبن بيحتوي على عدد احماض دهنيه قد ايه؟ بيحتوي على حوالي 140 حامض دهني، ولما بالتبريد بتبدا الدهون دي كلها بتصعد على سطح اللبن، بتكون القشطه اللي انا ممكن انزعها واكون منها الايه؟ الزبده. كمان اللبن بيحتوي على الكربوهيدرات واهمها سكر اللاكتوز. سكر اللاكتوز ده اللي هو بيكون مسبب في الطعم الحلو لللبن، يعني احنا لو شربنا اللبن بنحس ان فيه سكر حتى لو احنا ما حطيناهوش سكر. ده بسبب وجود سكر اللاكتوز اللي بيكون موجود في اللبن بنسبة 4.7%. طب لو زادت نسبة حامض اللاكتيك في اللبن، بيحول سكر اللاكتوز لحامض اللاكتيك، ودي أساس عملية التجبن اللي هي بتحصل بنعمل منها الجبنة والزبادي. تمام. لو زادت نسبة حامض اللاكتيك فبتحولي سكر اللاكتوز لحامض اللاكتيك. وده يمكن عن سؤالنا الخاص بمنتجات الألبان يا دكتور. تمام. هو احنا لسه لغايه دلوقتي بنتكلم عن المكونات الغذائيه لللبن. تمام. اللبن كمان بيتكون من فيتامينات، وفيتامينات مهمه جدا، واهمها مركب فيتامين ب المركب، واهمها فيتامين ب 2، وكمان بيحتوي على كثير من الفيتامينات الذائبه في اللبن زي الف ودال وه وكاف. الاملاح المعدنيه، اللبن بيحتوي على كثير من الاملاح المعدنيه، واهمها الكالسيوم. طبعا بيمد جسم الانسان بالكالسيوم، بيديني صوديوم، بيديني مغنيسيوم، بيديني بوتاسيوم، بس بيفتقر لعنصر الحديد والنحاس. كمان اللبن بيحتوي على كثير من الانزيمات زي انزيم اللايبيز اللي بيأثر على المواد الدهنيه، انزيم البروتينيز اللي بيأثر على المواد الدهنيه، وانزيم اللاكتيز اللي بيهضم سكر اللاكتوز. الصبغات، اللبن فيه صبغات كتيره، اهمها صبغه الكاروتين، وده بيدي اللون الاصفر لللبن، ودي ممكن تيجي للطلبه في الامتحان علل ليه بيكون في اللبن لون اصفر، لوجود صبغه الكاروتين، وبيحتوي على صبغه الرايبوفيلافين. تمام. الالوان ما بتاثرش على الجوده يا دكتوره، لكن الالوان بتدي برضك نتائج او بتبين دلالات. الصبغات بتدي الوان لللبن، يعني هو اللون الاصفر الموجود في اللبن ده نتيجه لوجود صبغه الكاروتين في اللبن. تمام. هل نوع الحيوان ايضا اللي بيخرج منه اللبن بيختلف من لونه وطعمه وريحته يا دكتوره؟ طبعا اللبن بيخرج لي من مصادر مختلفه، سواء جاموسي او بقري او ماعز، ولازم الجهه اللي هي بتبيع اللبن ديت لازم تكون كاتبه اسم المصدر بتاع اللبن. تمام. ما ينفعش ان انا اخلط الالبان مع بعضها. تمام. دكتوره، نتكلم عن منتجات اللبن، ويمكن مهم قوي ان احنا بنتكلم عن المنتجات هنتعرض اكيد لمسائل الغش التجاري الخاصة باللبن. طيب. ماذا عن الجانب الخاص بمنتجاته يا دكتور؟
منتجات اللبن انا عندي كذا نوع او كذا منتج للبن، عندي لبن كامل الدسم، وده اللبن اللي هو بيكون لسه خارج من مصدره، يعني مصدر جاموسي او بقري او ماعز، وبيكون كامل طبعا القيمه الغذائيه. اللبن منزوع الدسم وده لبن كامل القيمه الغذائيه، بس احنا بننزع منه دسم فقط لكن كامل القيمه الغذائيه. عندي اللبن المجنس، واللبن المجنس ده انا بقوم فيه بان انا بكسر حبيبات الدهن في اللبن، بوزعها جوه اللبن، فبالتالي بيديلي طعم وقوام دسم. اللبن المكثف، وده ان انا بحفظ اللبن بشكل سائل مركز في عبوات محكمه الغلق، لو انا عايزه اعيده لشكله حليب عادي تاني بزود نسبه الميه فيه. اللبن المجفف، وهو اللي انا بنزع نسبه الرطوبه منه بتحول للبن بودر، ولازم طبعا ان انا بحفظه في مكان بعيد عن الرطوبه. وفي اللبن المتخثر، وهو اللبن اللي بيكون اللبن الرايب واللبن الزبادي. وفي طبعا عندي منتجات اللبن، الجبنه، القشطه، الايه، الزبده. دي كده منتجات اللبن. اهميه الكشف عليه دكتوره والتعرف على جوده هذه المنتجات ازاي بتتم؟ انا طبعا لازم ان انا بحمي اللبن من الغش الالبان، لان اللبن ده بيكون من اكتر المصادر اللي هي بتتعرض للغش، لان اللبن ده كمان عندي شرب يعني غذاء سهل الشرب، انا ممكن ان انا اشرب سهل التحضير، انا ممكن اشربه بدون غلي لو كان هو لبن مبستر. كمان اللبن بيتعرض للتلوث بالايدي، ممكن هو يتعرض بالتلوث لو انا ضفت عليه ميه ملوثه. كمان بياخد مراحل طويله جدا، عقبال ما بيوصل من منطقه الحلب لغايه المستهلك بيمر بمراحل طويله، فبيتعرض للتلوث. كمان صعوبه الاشراف على الباعه المتجولين، فده كله بيعرضه للتلوث. طب غش الالبان ازاي؟ ان انا ممكن ان انا اضيف له ميه، ممكن ان انا اضيف له مواد حافظه بتحافظ عليه في الوقت الحار زي الفورمالين، ان انا ممكن اخلط البان من مصادر مختلفه، وده طبعا مش ممنوع ان انا اخلط البان من مصادر مختلفه. ممكن ان انا اضيف له النشا او السكر، بدوبها في ميه وبعدين بضيفها على اللبن، بيديني طعم وقوام تقيل للبن، فانا بحس ان اللبن كده ايه، دسم او تقيل او مسكر كويس، وهو انا كده دي من وسائل الغش الايه، الالبان. هل هذا الغش بيؤثر على صحه المواطن والمستهلك هنا يا دكتوره بشكل سيء قوي؟ طبعا اكيد بيأثر، وبالذات لو انتقل التلوث للبن. يعني انا مثلا لو جبت اللبن ما اهتمتش بنظافه الحيوان وانا بحلب اللبن، ده بيكون درع الحيوان نفسه بيعتبر مصدر لتلوث اللبن. كمان لو انا حطيته في اواني ملوثه، او لو لمسته ايدي ملوثه، او لو ضفت عليه ميه ملوثه، او لو سبته في درجه حراره الغرفه، لان اللبن من اكتر الحاجات العرضه للتلوث. تمام دكتوره، هل المفروض ان احنا نذوق طعم اللبن قبل استخدامه في الطهي او في وضعه في شيء او حتى تقديمه للشرب بشكله الطبيعي؟ هو لازم طبعا لو المبستر انا ممكن اشربه، بس لازم ان انا اغليه، ما ادقهوش طبعا كده عشان اقتل كل الجراثيم فيه، لازم يتغلي اللبن، ولازم ان انا اقلبه كمان اثناء الغليان، لان فوران اللبن ما بيكفيش لقتل الميكروبات. وبعد بردك غليان اللبن بيأثر على اللبن، بيأثر على اللبن لما بغلي اللبن بتتكون القشطه على السطح نتيجة تجمد البروتينات وتجمع حبيبات الدهن. كمان اللبن الغلي اللبن بيأثر على احتراق السكر الموجود في اللبن، بتأدي لأن هو بيديني طعم غير مقبول. غليان اللبن كمان بيفقد كتير من الفيتامينات، وخاصة فيتامين B1، فلازم ان انا بغلي اللبن بدرجة معينة وان انا اقلبه عشان يقتل كل الميكروبات اللي موجودة في اللبن. تمام يا دكتورة، هل استوفينا اللبن ولا في أشياء أيضا يمكن نضيفها للبن؟ هو الكشف عن اللبن المغشوش بيتم عن طريق أن أنا بقيس الكثافة النوعية للبن عشان اشوف كميه المواد الصلبه الذائبه في اللبن. كمان لازم اقيس نسبه الدهون اللي موجوده في اللبن، ولازم اقيس المواد الذائبه في اللبن ما عدا الدهون. ده من جهه الجوانب المراكز الصحيه الحكوميه اللي بتقوم بالرقابه الحكوميه على الالبان. تمام، لكن في معامل بتبقى جوه بعض المطاعم والفنادق بتقوم بالكشف عليه تلقائي دكتور. تمام تمام. طيب نعود مره تانية الى الاسماك، يمكن الاسماك من المواد الغذائيه الهامه جدا جدا واللي بتستخدم في كثير من المأكولات المختلفه. عاوزين نتكلم على مقومات السمك الصحيه دكتور. السمك طبعا ده غذاء برضك شائع في كثير من الطبقات، فلازم ان انا ابقى عارفه السمك دوت سليم ازاي. انا بجيب السمكيه وببدا اشوفها، طب هشوف فيها ايه؟ القوام بتاعها لازم يكون متماسك، لازم تكون العيون براقه، الخياشيم بتكون لونها احمر وبراق، كمان اللحمه بتاعه السمك بتكون متماسكه، بمعنى ان انا لو جبت السمكه ضغطت عليها بصباعي، صباعي ما ينزلش الاسفل.
لازم الديل يكون منتصب، لازم كمان القشور لا تنفصل بسهولة، والرائحة مميزة وغير كريهة. تمام. مدة صلاحيتها قد ايه بره الثلاجة دكتور؟ يعني انا جبت مثلا سمك فهستخدمه، مدة صلاحيته قد ايه، ولا المفروض ان انا احطه في الثلاجة وبعدين اخد منه على القد شوية شوية؟ لا هو انا لازم طبعا اللحوم او الدواجن او الاسماك لازم على طول ان انا ما اسيبهاش في درجه حراره الغرفه، تمام. ان انا بحطها على طول في الثلاجه منعا لتراكم الجراثيم والبكتيريا عليها. اساس صحة الاسماك لو القينا عليها الضوء ماذا نقول؟ اول طبعا حاجه مفروض ان انا بصطاد الاسماك من بحار غير ملوثه، لان البحار لو ملوثه بنفايات مصانع بنفايات السفن او العبارات طبعا هتنقل المخلفات دي للاسماك، وبالتالي الاسماك اللي انا هصطادها هتكون ملوثه وهتسبب اثار بالغه على صحه الانسان. تمام. كمان لازم ان انا انقل الاسماك من اماكن الصيد بتاعتها للاماكن اللي هتتباع فيها في ثلاجات. لازم كمان الاسواق اللي بتتباع فيها السمك لازم تتوفر فيها شروط الايه الصحيه من النظافه والتلاجات اللي هي بتحمي الاسماك من الايه من التلوث. في أكلات السوشي مثلا بتبقى ليها طبيعة خاصة، احنا بناكل سمك ني، هل بيمثل سمك ني هنا خطورة على المستهلك، ولا هل المفروض ان احنا نطهيه نص طاهية او الى اخره، ولا هو طعمه بهذا الشكل؟ ويقال عنه الكثير من الحكايات بانه انتج بهذا الشكل لاسباب اقتصادية مثلا. هو مفروض ان احنا طبعا بنعرض الاسماك او الدواجن او اللحوم لدرجات حراره، لان في بكتيريا عاليه، لان درجات في بكتيريا اصلا بتقدر ان هي تقاوم الحراره، فكل ما اللي بعرض الاسماك او اللحوم لدرجات حراره انا بقتل كل الميكروبات والبكتيريا اللي فيه. كمان الاسماك من الغذاء اللي بيسبب حساسيه لبعض الاشخاص، تمام. فلازم ان انا اعرضها لدرجات حراره عاليه. العلماء اثبتوا بالابحاث ان انا لما بعرض الاسماك لدرجات حراره عاليه اثناء الطهي لمده 10 دقائق بتقتل كل البروتينات المسببه للحساسيه عند الاشخاص. اذا اكل السمك ني لابد ان يكون على قدر بسيط أكيد. وليس كثيرا. أكيد. طيب دكتوره، لما نيجي نتكلم على الخضروات واهميتها ويمكن استخدامات الخضروات المختلفه والوقايه من الامراض اللي ممكن تنقلها، ماذا نقول يا دكتور؟ الفاكهه طبعا والخضروات دي لازم ان انا اعمل عليها مراقبه للجوده، مش بمرحله ان هي بتوصل للمستهلك بس، لا دي من مرحله الزراعه، لازم ان انا اراقب الجوده بتاعه المحاصيل الزراعيه، لازم اختار البذور والاسمده والمبيدات اللي انا هستخدمها في الزراعه، لان انا لو استخدمت بذور او اسمده او مبيدات جيده فبالتالي طبعا هحصل على خضروات وفواكه ايه ذات جوده عاليه، ولان طبعا الخضروات والفواكه الملوثه او اللي هي مصابه بسموم فطريه بتسبب أضرار لجسم الإنسان. تمام دكتورة، يمكن في مراحل مختلفة في مع الخضروات والفاكهة، بنلاقيها مثلا في نوع السمد البلدي المستخدم. تمام. وبنقول دايما احنا عاوزين ناخد المنتجات دي أورجانيك، عاوزين نتكلم على السمد البلدي وأهميته، وهل هو فعلا هيوفر للمستهلك نوع من الصحة أكتر؟ هو السماد البلدي ده مفيد جدا، ان هما بيجيبوه وبيجففوه عشان يقتلوا كل الامراض اللي فيه وبعدين بيبداوا ان هما يستخدموه، ده بيكون مفيد جدا للخضر والايه والفواكه، افضل من السماد اللي هو طبعا الكيميائي او المصنع، لان الحاجات اللي هي المصنعات دي كلها طبعا بتسيب اثار في الفواكه والخضرات وبالتالي بتنتقل في جسم الانسان، بتاثر على جسم الانسان. طب بالنسبه لغسل الفاكهه والنقل ايضا، هل ليه طرق معينه؟ طبعا الخضروات والفواكه بتبقى طالعه من الارض بتحتوي على كثير من الاتربه، والاتربه بتحتوي على كثير من البكتيريا، فبالتالي ان انا بهتم بالغسيل الجيد للخضروات والفواكه، بهتم كمان بغسلها بميه نقيه وبنقعها في احواض نقيه، على في احواض بساده ميه متجدده ونقيه عشان اخلصها من كل الاتربه اللي هي متعلقه بيها عشان تتخلص من البكتيريا. كمان النقل، انا لازم انقل الخضروات والفواكه اللي عندي في عربات وثلاجات وابيعها في عبوات مغلقه علشان اتاكد طبعا على افضل ان انا محافظه على سلامتها، ولازم يكون في كمان تثقيف صحي، ان انا انشر الثقافه الصحيه ما بين الافراد ان هم يهتموا بالغسيل بالخضروات علشان طبعا يتخلصوا من كل الميكروبات اللي موجوده او العالقه في الخضروات والفواكه. لازم لما اجي اكل ثمره فاكهه لازم ثمره الفاكهه او ثمره الخضروات تكون كامله وغير مجروحه علشان طبعا ما تسببش في الفساد، لان الجرح اللي موجود في الخضروات او في الفواكه دي بتسمح لدخول الميكروبات والبكتيريا جوه الفواكه. ده يخليني نسال حضرتك عن مقومات الخضار والفاكهه الجيده، هل هي محتاجه مقومات زي ما اتكلمنا عن السمك
وشفنا ان لازم يكون قوي، لازم يكون بيلمع، عينيه براق. هل الخضروات والفاكهه ليها ايضا مقومات جاذبه عشان نقدر نشتريها؟ اكيد طبعا، لازم الخضروات والفواكه لازم تكون كامله النضج، لازم تكون القشره سليمه، لازم تكون نظيفه، خاليه من اي عفن، خاليه من اي ميكروبات او من اي تلف او اصابات حشريه، لازم تكون غضه وغير متليفه، ولازم تكون غير مجروحه عشان لا تسبب تسرب للسوائل بتاعتها للخارج اللي بيساعد على فسادها. لان اي جرح في الخضروات او الفواكه دي بتكون وسيله او طريقه للميكروبات ان هي تغزو وتهاجم الخضروات والفواكه. البعض مننا بيقول انا بحب مثلا الخيار ده يكون بلدي، وفي ناس تانية تقول لا الصوب ده ما ينفعش. الفرق ما بين الخضروات والفاكهه المزروعه في اراضي طينيه عاديه والمزروعه في صوب، ايهما اجود يا دكتوره، وهل الاثنين على نفس الوتيره؟ هو طبعا اللي بتكون هما الاثنين طبعا بيكون على نفس القدر، بس طبعا اللي هي بتكون الزراعه اللي هما بيكون فيها مبيدات وبذور واسمده زي ما قلت لحضرتك بتكون مراقبه، وطبعا لان المبيدات الحشريه او اللي هما بيستخدموها في الزراعه دي بتنقل اضرار جامده جدا في جسم الانسان، بتسبب امراض للكلى والكبد، وليها علاقه وثيقه للاسف بمرض السرطان. فلازم الخضروات والفاكهه تكون مزروعه مختارة بذور كويسة وأسمدة كويسة ومبيدات كويسة، لأن علشان طبعا تطلع لي خضر وفواكه جيدة ما تسببش أضرار بالغة لجسم الإنسان. تمام. لو كلمنا على فساد الأغذية، يمكن ده موضوع كبير جدا ليه عناصر مختلفة، عاوزين نبدأ حضرتك بشكل تعليمي أو أكاديمي بتعريف يعني إيه فساد الأغذية. فساد الأغذية ده معناه أي إذا طرأ على الغذاء أي تغيير في شكله، في طعمه، في لونه، في رائحته أصبح ضار بالصحة. تمام. فالفساد الأغذية طبعا ده ممكن إن هو بينقل الميكروبات والحشرات والفطائر وفطريات التعفن بتنمو على الغذاء. لو أنا سبته في درجة حرارة الغرفة ده بيسبب لي طبعا بتنتج فيها سموم، بتنتج للإنسان كثير من الأمراض والتسمم الغذائي. ودي تعتبر عوامل فساد الأغذية دكتور؟ عوامل فساد الأغذية اتنين، في عوامل فساد أغذية خارجية وعوامل فساد أغذية داخلية. عوامل الفساد الخارجية زي البكتيريا، زي الفطريات، زي الطفيليات. أما عوامل فساد الأغذية الداخلية بواسطة الإنزيمات اللي موجودة جوه الأغذية نفسها. وكل ما الفاكهة أو الخضار زادت نسبة الرطوبة فيها، نسبة المية بيحتوي في أنسجتها على نسبة مية عالية، كل ما بتكون عرضة لفساد الأغذية أكتر من غيرها من الأغذية. ده يخلينا نسأل عن أنواع أو أمثلة عن فساد الأغذية. هل هناك أمثلة معينة لبعض الأغذية الفاسدة؟ في طبعا في الفساد الميكروبي للأغذية. الفساد الميكروبي للأغذية ده بيحدث بواسطة ايه؟ بيحدث بواسطة الأحياء الدقيقة اللي بتنتقل للمواد الغذائية. الأحياء الدقيقة دي بتيجي للمواد الغذائية ازاي؟ انا ممكن اكون انا عاملة المواد الطبيخ بتاعي طبخها كويس جدا وممكن تتنقل له تلوث. طب يتنقل له ازاي؟ عن طريق الأحياء الدقيقة، ان هي بتيجي للطعام عن طريق لو انا حطيت في أواني ملوثة، استخدمت أدوات ملوثة، اي دي عاملة ملوثة، او ضفت عليه مية ملوثة، او عن طريق الهواء. فبتيجي البكتيريا او الاحياء الدقيقة بتنمو جوه الغذاء، وطبعا بتفرز سموم جوه الغذاء وبيصبح الغذاء ملوث وبيسبب لي الفساد البكتيري الميكروبي. طيب عندي بعض الانواع اللي ممكن بيتعرض ليها الفساد الميكروبي زي السكر مثلا. السكر ومنتجاته، السكر غير قابل للفساد الا في حالة واحدة بس، لو جاله مية زي ما احنا بنقول، زي لو هو جاله مية بيبدأ ان هو بيتعرض للفساد والتحلل. طب الشوكولاتة والعسل الابيض بيتعرضوا للفساد الميكروبي؟ بيتعرضوا للفساد الميكروبي. ربنا خلق في ميكروبات بتقدر ان هي تعيش على تركيزات عالية جدا من درجة حرارة السكر، من السكر، فبالتالي بتقدر ان هي بتنمو على الشوكولاتة. بعض الميكروبات والبكتيريا وبعض الخمائر على الشوكولاتة في تركيزات العالية من السكر، وكذلك العسل الابيض في بعض البكتيريا بتقدر تنمو على العسل الابيض في التركيزات العاليه من من السكر. طب نعمل ايه في العسل الابيض الموجود داخل المنازل يا دكتوره، وخصوصا اللي بيتفتح ويتقفل بشكل دوري؟ تحط في الثلاجه. حط في الثلاجه بشكل بس بيبقى متبلور بعد كده، بيبقى متماسك. بالظبط، بس هو لازم يتحفظ في الثلاجه على اساس ان درجه حراره التبريد بتوقف نشاط البكتيريا. لكن الطبيعي ان الوسط الغذائي بتاعه وسط غير يعني منتج او غير صالح
الميكروبات على اعتبار انه سكري بالظبط قوي، او في بعض الحاجات المملحات اللي هي برضك بتكون الوصف بتاعها غير مناسب يا دكتور. هي الماده الحافظه، المواد الحافظه الطبيعيه، الملح او السكر. الملح انا بستخدمه في حفظ الاسماك او اللحوم او الخضروات، والسكر بحفظها برضك في المربات والعسل والشربات. هي مواد حافظه، بس سبحان الله في انواع من انواع البكتيريا بتقدر بتنمو في تركيزات عاليه جدا من السكر. تمام. طب لو اتكلمنا على الفساد الخاص بالمعلبات، يعني الاغذيه المعلبه دي هيجي لها منين الفساد عشان تفسد، ولا هي من تلقاء نفسها بتبدا في فسادها بعد انتهاء تاريخها دكتور؟ هو اللحوم اولا، اللحوم بردك في الفساد الميكروبي بيبدا، اللحمه بتحتوي على كثير من العناصر الغذائيه اللي هي بي بي يعني بيحتاجها او البكتيريا بتحب تتغذى عليها. فانا لو سبت اللحمه في درجه حراره الغرفه بتبدا البكتيريا بتنمو عليها وبتعمل لها تحلل البروتين، فبينتج عنها العفن، وبتبدا الميكروبات اللاهوائيه بتبدا ان هي تنتج تعفن ورائحة كريهة، ذلك بينصح بعدم ترك اللحمة في درجة حرارة الغرفة. بردك من الحاجات اللي هي بيحصل لها فساد ميكروبي اللي هو البيض. البيض طول ما قشرته سليمة بيبدأ ان هو الميكروبات ما بتقدرش ان هو تغذيه، الا لو القشرة بتاعته دي جالها اي مثلا تهشمت او حصل فيها اي شكوك بتبدا البكتيريا تغزوها، او لو القشره بتاعته سليمه واحتفظ في درجات حراره مرتفعه او درجه رطوبه مرتفعه بتبدا فطريات التعفن بتهاجم البيض. علشان كده انا لازم احفظ البيض في درجات حراره اعلى من التجمد بتسمح بعدم نمو فطريات التعفن. طب لو انا احتفظت بالبيض عندي مده طويله، يعني جبت كميه بيض كبيره حطيتها في الثلاجه عندي، ده صح؟ لا ده مش صح، لان هي لو طالت المده عليه في البيض وانا محتفظه في الثلاجه بيبدا بتحصل تغيرات لمحتوياته، بتصبح محتوياته قلويه وبتبدا تتغير الصفات الظاهريه والفيزيائيه بتاعته. في اللون يا دكتوره في صفاره مثلا حاجه معينه بتبين لنا دلائل في التغير، يعني مثلا زيت البيض وهي بتفتح البيضه بتلاقي بعض فتحه الصفار فاتح او صفار غامق، هل ده يعود الى فساده او يعني صحته؟ اه طبعا، لان هو لو مده طويله فضل في الثلاجه بتبدا ان هي محتوياته بتبقى قلويه، فبيتغير طبعا في لونه وفي شكله وفي طعمه، بيبدا في تغيرات. بردك بعد كده طب الكميات يا دكتوره بردك، لان في اسئله خاصه بالجانب ده، اللي هيشتري بيض هيشتري بيض قد ايه في الاسبوع مثلا، وليه ما بيتحطش تاريخ البيض زي ما بنشوف في بعض المنتجات تاريخها عليه، بحيث ان انا اعرف مدته قد ايه ومده صلاحيته قد ايه، وايه المده الصلاحيه الخاصه بالبيض؟ هو مفروض طبعا البيض ان هو مش بنجيب كميه كبيره، نجيب مثلا كميه تقضينا مثلا 3 4 ايام اسبوع، بحيث ان احنا كل ما بنحتفظ بيه في الثلاجه كل ما بيحصل فيه تغيرات. ولازم ان انا احفظ البيض طبعا على الجزء المدبب، مش الجزي العادي اللي احنا منتشر ان البيض بيتحفظ على الجزء الاخر، لا هو لازم يتحفظ على الجزء المدبب في الثلاجه منعا لعدم اختلاط الصفار بالبياض ويؤدي يعني لفساده. مقلوبه يا دكتور مقلوبه. تمام كده؟ تمام. طيب الجزء الخاص بالخضروات والمخللات، يعني هنتكلم عن الخضروات الأول، إزاي نقدر نتأكد من يعني إن هي تبقى غير فاسدة يا دكتور؟ الخضروات بتتحلل، الخضروات الورقيه زي الخس والسبانخ بفعل الانزيمات اللي موجوده جوه الخضروات نفسها. طب لو انا احتفظت بيها في درجه حراره عاليه، احنا لما بنروح السوق بنلاقي الناس اللي هم بيبيعوا الخضروات ديت بتلاقي دايما مبللينها بالميه علشان تبان ان هي طازه ولسه جايه بقى وفريش كده بالنسبه للمستهلك. طيب مع ارتفاع درجات حراره الجو مع الميه اللي هي مرطبه بيها الخضروات بتبدا الانزيمات اللي موجوده جوه الخضروات بتبدا تشتغل وتتفاعل، وبتبدا البكتيريا تنمو على الخضروات، بتحدث عندنا بتلاقي حراره خارجه من الخضروات وبنلاقي لزوجه بتنتجها البكتيريا، وطبعا روائح غير مقبوله بالمره. فلازم ان انا الخضروات بحفظها على طول في درجات حراره الثلاجه في التبريد علشان توقف نشاط البكتيريا، لان انا لو سبتها في درجات حراره عاليه بنلاقي الكربوهيدرات اللي موجوده جوه الخضروات بيحصل عندها تخمر حامضي. ماشي. الخضروات اللي هي الجذريه زي البطاطس والبنجر دي درجه قابليتها للفساد بتكون قليله. ماشي. طب غسل الخضروات والفاكهه يا فندم قبل تبريدها ده افضل، ولا وضعها بطبيعتها ثم غسلها قبل الاكل؟ لا طبعا لازم نغسلها علشان نتخلص من كل البكتيريا والميكروبات اللي هي بتكون علقه من الاتربه اللي جايه معاها، وتم تجفيفها بتجفيف صحيح. تمام. ونحفظها في الثلاجه، وممكن احفظها بره الثلاجه لمده كبيره بس يكون معقمه
بغسيل. لا بره الثلاجه لا، لان جوه لازم درجه حراره التبريد بتوقف نشاط البكتيريا. تمام. المخللات يا دكتورة ايه اخبارها؟ المخللات برضك بينمو فطريات التعفن على اسطح المخللات، في فطريات تعفن وفي بعض البكتيريا وبعض الميكروبات بتقدر ان هي تعيش في تركيزات عاليه من الملح، زي ما احنا اتفقنا قبل كده او اتكلمنا قبل كده ان في فطريات بتبدا ان هي تقدر تعيش على تركيزات عاليه من السكر، في فطريات بتقدر ان هي تعيش على تركيزات عاليه من الملح، فبالتالي بتنمو على سطح المخلل. يعني مثلا احنا عندنا مخلل وسبناه مده طويله وجينا فتحناها هنلاقي عليها طبقه بيضه، طبقه بيضه، الطبقه البيضه دي بتكون فطريات التعفن والميكروبات بدات ان هي بتنمو على سطح دي خطره جدا جدا على الصحة. طبعا خطره جدا، لان بتفرز، هي بتفرز سموم جوه الطعام. بيقال نضيف ليها زيت او ماده فاصله او عازله بالظبط علشان تكون طبقه عازله ما بين الجو المليء بالميكروبات ومن المخلل، بس بردك لو سبناها مده طويله ممكن ان هي تنمو عليها. لو فوجئنا او ربه البيت فوجئت او بردك في الفنادق، هل بيتم شيل الجزء اللي على الوش والباقي بيبقى صالح، ولا بيمتد الفساد لباقي العلبة أو باقي الجانب الخاص؟ بنشوف بقى المخللات لو طبعا حصل فيها تلف أو طريت أو كده، فطبعا ممكن كده تكون البكتيريا إن هي بدأت تدب فيها، فبالتالي طبعا في حاجات مش هقدر إن أنا استخدمها عشان صحة الإنسان، في حاجات ممكن لو هي لسه مثلا في البداية ممكن بقى إن احنا نحفظها في التلاجة، أو إن احنا نحاول بقدر الإمكان إن هي ما تنموش عليها من حقيقة. طب نتكلم على فساد المعلبات، ويمكن من أصعب الأشياء غير متخيل أنا أتصورها هو المعلب مقفول ومغلق، إيه اللي يخلي اللي جواه بيفسد؟ هو قبل ما ننتقل معلش لنقطة الأغذية المعلبة، في الفواكه ما اتكلمناش عن الفواكه، وهي الفواكه بيحصل عليها تعفن بفضل فطريات التعفن. عامة الفاكهة ربنا خلقها محمية بقشرة، طول ما القشرة دي سليمة ما بتقدرش الميكروبات تهاجمها، إلا لو حصل فيها أي جرح بيبدأ العصير بتاع الفاكهة يخرج لبره والميكروبات بتقدر تهاجمها. كذلك معظم الفواكه بيكون ليها طعم حامضي ما بيشجعش البكتيريا إن هي تنمو عليها، بيحدث فيها تخمر كحولي. في بعض فطريات التعفن بتنمو على الفاكهة أو ما يعرف بتعفن الموز. طب الموز بيتعفن ليه؟ نتيجة إنزيمات الموز نفسه، هي بتكون عبارة عن زيادة في النضج في الموز بفضل أو بفعل إنزيمات الموز نفسه. برضك بيتعرض عصير الفاكهة للتخمر زي النبيذ وزي عصير التفاح نتيجة لتخمر حمض الخليج، نظر لاحتوائه على على الكحول، لأن ممكن تيجي للطلبة في الامتحان علل ليه بيحصل لعصير الفاكهه تخمر، نظرا لتخمر حامض الخليج اللي موجود جوه الفاكهه نظرا لاحتوائه على على الكحول. تمام. كده استوفينا الجانب الخاص بالفاكهه، ويبقى لنا ايضا الجانب الخاص بقى بفساد المعلبات اللي هي الاغذيه اللي داخل هذه المعلبات. ايه اللي بيحصل يا دكتور؟ الاغذيه المعلبه طبعا هم مفروض ان احنا الغذاء جوه العلبه مفروض ان هو محفوظ من اي تلوث او من اي ميكروبات، بس بيظهر في بعض الفساد في الاغذيه المعلبه، ممكن يكون بكتيريولوجي، ممكن يكون طبيعي، ممكن يكون كيميائي، والظاهرة دي بتسمى بظاهرة الانتفاخ. والانتفاخ ده اما بيكون صلب لاما بيكون لين. والصلب يعني ايه؟ هو لما بتفسد الاغذيه المعلبه نتيجه تعرضها في درجات حراره عاليه او درجات رطوبه عاليه بيحصل انبعاج في طرفي العلبه، بتلاقي العلبه بدات ان هي مش بالشكل المستقيم بتاعها، بتبدا ان هي في حتت بتتخن وحتت بتقل، فده اسمه ان ظاهره الانتفاخ. طب ظاهره الانتفاخ ده بتدل على ايه؟ بتدل على فساد الاغذيه المعلبه اللي جوه العلبه. ما اعتقدش المشتري ان هي مليانه قوي لا كده هي مكتظه، لا ده كده فاسده، كده فاسده. والفساد ده ممكن يكون بكتيريولوجي، ممكن يكون طبيعي، ممكن يكون كيميائي، ودي اسمها ظاهرة الانتفاخ. وظاهرة الانتفاخ قد تكون كيميائية، قد تكون صلبة، قد تكون لينة. يعني ايه صلبة؟ يعني انا لو جبت العلبة وضغطت عليها بايدي مش هترجع تاني لوضعها الطبيعي. او لين بمعنى ان هي تفضل تنتفخ 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 لغاية ما تنفجر. فماشي، فده بيسمي ده دي كده ظاهرة الانتفاخ. الفساد البكتيريولوجي وده بيرجع لعدم كفاية مدة التعقيم، يعني انا ما
عقمتش العبوة كويس جدا قبل ما انا احط المادة الغذائية فيه، او نتيجة تنفيس العلبة، يعني العلبة مش ملحومة كويس او فيها ثقوب بيسمح بمرور الهواء، فطبعا الهواء ده مليء بالايه، بالبكتيريا، فبتؤدي للفساد الايه البكتيريولوجي. ده بيسبب التسمم البوتيوليني، والبوتيوليني نسبة ليه اسم البكتيريا اللي هو بتسبب هذا التسمم. يعني المستهلك هو بيشتري ما ياخدش علبة اتخبطت مثلا، لا أو فيها انبعاج، أو انبعاج، لا يبعد عنها لأنها ممكن تكون فاسدة. تمام. طب التخزين للعلب دي يا دكتورة ليها وقت معين، اكسباير معين؟ طبعا. وده اللي بيخليها تفسد بعد مدة معينة ولا ايه اللي بيحصل؟ هو المواد الأغذية المعلبة لازم طبعا بيكون ليها تاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية، وده لازم إن احنا نتابعه بطريقة جيدة جدا. طبعا. لازم نعرف تاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية. كمان الناس اللي هم بقى اللي مثلا في السوبر ماركت أو في الأماكن، لازم إن هم ما يحتفظوش بيها في مدة طويلة في أماكن مرتفعة درجات الحرارة أو مرتفعة درجات الرطوبة، لأن ده كله بيأثر على فساد الأغذية وبيسبب الفساد البكتيريولوجي اللي هو بينقسم لقسمين، في فساد بدون انتفاخ وفساد بانتفاخ. طب الفساد البكتيريولوجي اللي هو بانتفاخ وبدون انتفاخ ده بيكون عباره عن ايه؟ الفساد اللي بدون انتفاخ نتيجه مع تكوين حموضه، بيكون نتيجه عدم التعقيم الكافي، فبتكون حموضه زائده بسبب عدم التعقيم او تنفيس العلبه، يعني ما تعقمناش العلبه كويس، او العلبه بتنفس فيها خروم او ثقوب فبتؤدي لدخول الهواء ليها، ده بتؤدي لحموضه زائدة جوه طبعا العلبة بتاعت الأغذية المعلبة. ده فساد بدون انتفاخ بس بيكون حمودة زائدة. الفساد المقترن بانتفاخ نتيجة تكوين أحماض وغازات بتكونها البكتيريا اللي حللت لي المادة الغذائية. البكتيريا عرفت تخش جوه بقى العلبة وبدأت تحلل المادة الغذائية، وطبعا البكتيريا دي كائن حي بتتغذى وبتتنفس، فهي بتكون لي غازات وأحماض جوه العلبة بتاعت الأغذية المعلبة فبتأدي لها لانتفاخ. أثناء تداول هذه الأغذية بيحصل لها فساد أيضا يا دكتور. تمام. هي يعني مسببات هذا التداول؟ فساد الأغذية أثناء تداولها لازم طبعا أن أنا أكون بحفظ الأغذية وأنا من مرحلة ما بتبدأ بعدها ومرحلة تصنيعها وتخزينها لغاية ما بتوصل للمستهلك، لازم ان انا طبعا احميها كويس جدا من الفساد عن طريق ان انا بحفظها في عبوات مخلقه، بحفظها في ثلاجات، ببعد عنها اي نوع من انواع التلوث اللي هو ممكن ان هو يصيب الانسان بالمرض. واهم انواع الفساد زي التحلل الدهني في السمنه والزبده والتحلل البروتيني في اللحوم والاسماك. في نقطه معلش اللي هي الانتفاخ، انا عندي نوعين من الانتفاخ في الاغذيه المعلبه، عندي انتفاخ طبيعي وانتفاخ كيميائي. ايه هو الانتفاخ الكيميائي؟ الانتفاخ الكيميائي بيحدث بتاثير الغاز المتكون. طب الغاز ده اتكون لي منين؟ اتكون نتيجه تفاعل الماده الغذائيه مع الماده المعدن بتاع العلبه. طب لو المعدن ده رديء او لو مفيش طلاء كافي من القصدير، طلاء قصدير كافي للعلبة اللي هي اللي انا هحط فيها الاغذية المعلبة، طبعا بيبدأ التفاعل ما بين معدن العلبة وما بين الاغذية اللي هي عالية الحموضة، فبيحدث التآكل فبيحدث معاها ايه الغازات. بردك ممكن المادة الغذائية بتتفاعل مع غطاء الاواني الزجاجات الازاز، يعني العبوات الزجاجيه لو غطاها بيبقى معدن ممكن الماده الغذائيه تتفاعل مع المعدن، او رضاءه المعدن، او تنفيس للعبوه، او عدم كفايه الماده اللحمه، يعني العبوه طبعا هي بتبقى ملحومه لو هما مش لحمينها كويس قوي وفيها اي ثقوب بتسمح بدخول البكتيريا، ده بيسبب الانتفاخ الكيميائي. اما الانتفاخ الطبيعي وهو بسبب زياده كميه الماده الطبيعيه، الماده الطبيعيه والغذائيه، بمعنى ايه؟ العلبة عندي مفروض ان انا هملاها مثلا لنصها او لحد معين، وهم في مصانع الاغذية ملوها بدرجة بزيادة اعلى او بزيادة اعلى، فبتبدأ طبعا هم بيعبوها بدرجات حرارة منخفضة، لو جت بعد كده اتحطت في السوبر ماركت او اتحطت عندي في البيت في اماكن مرتفعة الرطوبة او درجات حرارة عالية، بيبدأ يحصل عملية الانتفاخ، نتيجة هي بتتمدد المادة الغذائية بتتمدد، تبدأ بتضغط على الجدران او على الجوانب بتاعة الاغذية. نقدر نميز بين الاثنين يا دكتورة، من الفساد وبين الطبيعي وغير الطبيعي؟ طبعا دي بتكون فيها أغذية من نتيجة تفاعل الغازات، نتيجة تفاعل المادة الغذائية مع المادة اللحمة أو المعدن بتاع العبوة نفسها. الاثنين في نفس الخطورة يا دكتور؟ أكيد طبعا. تمام. أكيد. طب المياه الغازية بنلاقي في بعضها منتفخ،
هل ده معنى برضك ان الماده المياه الغازيه ممكن كمان يخش لها ميكروبات وتدي انتفاخ؟ اكيد لو هي مش يعني عدم احكام الغلقه للازازه بيسمح بدخول الهواء، بتسمح بدخول الايه البكتيريا، فبتبدا البكتيريا برضك ايه تتكون جواه، لان احنا اتفقنا ان في انواع من انواع البكتيريا بتعيش مع درجات السكر العاليه، في انواع من البكتيريا بتعيش في تركيزات الملح العاليه، ففي بكتيريا ربنا خلقها كده بتقدر تعيش على التركيزات العاليه سواء من الملح او من السكر. لو كلمنا جنرال كده عن الفساد وانواعه واسبابه يعني او الوقايه منه، نقول ايه يا دكتور؟ احنا اتكلمنا عن الفساد الميكروبي، واتكلمنا عن الفساد في السكر، في اللحمه، في البيض، في الفواكه وفي الخضروات وفي المخللات، واتكلمنا عن الفساد البكتيريولوجي في الاغذيه المعلبه، واتكلمنا عن انواع الفساد البكتيريولوجي واللي هي بانتفاخ وبدون انتفاخ وانواع الانتفاخات. طب اقي نفسي ازاي او اقي المستهلك ازاي من الفساد؟ لازم طبعا النظافه في نقل وتداول وطهي الاغذيه، لازم يكون في نظافه طبعا في تداول الاغذيه، لازم يكون نظافه العاملين في مجال او اماكن اعداد وتجهيز المطابخ. واحنا قبل كده سبق في حلقات سابقه احنا اتكلمنا عن العاملين اللي بيشتغلوا في اماكن اعداد وتجهيز المطابخ، وقلنا ان لازم ان انا اكشف على كل العاملين اللي هم لازم هيشتغلوا عندي في المطبخ او في الفندق، لان ممكن تكون اشخاص صحيحه 100% شكلها صحيح 100% بس بتحمل في دمائها امراض، زي الاشخاص اللي هم حاملين في امراضهم فيروس سي. الاشخاص دول اللي عندي العاملين في المطبخ ممكن يكونوا هم نفسهم مصدر لنقل التلوث في الطعام. طبعا لازم ان انا بعمل عليهم كشف دوري بصفه منتظمه، بجدد لهم الشهادات الصحيه كل 6 شهور وكل سنه. لازم اهتم كمان بنظافه الايدي ونظافه الادوات والاواني اللي انا بستخدمها، لازم اتبع الطريقه الصحيحه في التهويه والدرجات الحراره، ولازم ان انا اتبع كمان الشروط الصحيه في مخازن المواد الخام، واحنا برضك اتكلمنا عنها قبل كده وقلنا ايه هي الشروط اللي لازم تتوافر في اماكن اعداد وتجهيز المطابخ، اماكن اعداد وتجهيز الطعام زي المطابخ مثلا، ان انا لازم في شروط صحيه وشروط ونواحي صحيه لازم تتوافر في مخازن المواد الغذائيه، ولازم تخضع لاداره لرقابه كافيه جدا ورقابه دقيقه جدا من اداره الفندق ومن وزاره الصحه والسياحه. زي ايه الشروط دي مثلا اللي في مخازن المواد الغذائيه؟ لازم طبعا ان انا يعني اراقب المواد الخام اللي داخله عندي علشان استبعد التلف منها، لازم ان تكون فيها اضاءه كافيه، لازم يكون فيها تهويه كافيه، لازم ان انا اراعي درجات الحراره، لازم يكون فيها اضاءه كافيه علشان اشوف المواد الخام عندي دي اصابت بمواد اي اصابات حشريه او فيها اي بلل او فيها اي تلف، ولازم كمان اطبق نظريه في المخازن، اطبق نظريه فيرست ان فيرست اوت. ويعني ايه نظريه فيرست ان فيرست اوت؟ يعني اللي دخل عندي المخزن الاول هو اللي هيخرج الاول، يعني انا لو كان عندي مواد خام موجوده في المخزن الاول لازم طبق، واشتريت مواد خام ثانيه لازم ان انا اخرج الاول المواد القديمه قبل الايه المواد الايه. طب ده يبقى ترتيبها في المخزن، يبقى الـ الـ الاول هو الاسبق للمد الايد وللاخذ بالظبط، هما بيرتبوها بطريقه معينه بحيث ان هو اللي دخل المخزن الاول لازم يكون مثلا في المقدمه، واللي دخل بعد كده او الحديث يكون مثلا في المؤخره بحيث ان انا لما اجي استخدم الماده الخام اللي هي كانت موجوده عندي في المخزن الاول. دي نظريه اسمها فيرست ان فيرست اوت. لازم بردك المواصفات خاصه في المطبخ زي ايه؟ زي الارضيه لازم تكون من مواد سهله التنظيف عشان وما تكونش فيها شقوق، عشان الشقوق دي او الثقوب دي بيكون ملجا للحشرات زي النمل او الفئران او الكلام دوت. الجدران والحوائط لازم تكون ملساء ولازم تكون مطليه بطلاء فاتح وما تكونش فيها بردك شقوق. لازم كمان لازم ان انا اوفر الدورات مياه، لازم ان انا اوفر اضاءه جيده وتهويه جيده، لازم ان انا اركب شفاطات في المطابخ عندي علشان تخرج كل الابخره والغازات اللي طبعا ناتجه من طهي الطعام. لازم ان انا اوفر دورات مياه للجنسين بتكون فيها ميه سخنه وميه بارده بحيث ان هم يستخدموها في نظافتهم الشخصيه عشان ما يضطروش ان هم يستخدموا الاحواض الخاصه بالمطبخ في نظافتهم الشخصيه. الشخص بالظبط. كمان لازم المواد الخام اللي
عندي زي الرز والتوابل والشاي لازم ان انا احفظها في ارفف نظيفه وبعيده عن الحشرات وبعيده عن الرطوبه، لازم ابعدها كمان عن التوابل الحريفه او المواد الخام اللي هي ذات رائحه نفاذه عشان ما يحصلش خلط ما بين الايه بين الروائح. فطبعا دي كلها بتقيني من الفساد. لازم عشان اقي نفسي من الفساد كمان او اقي المستهلك بتاعي من الفساد لازم اراعي بدقه تاريخ الانتاج وتاريخ الانتاج وتاريخ انتهاء الصلاحيه، لان دي نقطه مهمه جدا في الوقايه من الفساد. تمام دكتوره، يمكن بنشوف بعض المنتجات بتتباع بسعر مخفض لقرب انتهاء اجلها، وبنلاقي في ناس مقبله جدا جدا على هذه النوعيه من الماكولات. هل شرائها بيمثل خطوره ولا مفروض ان انا لو اشتريها وهي لسه فاضل شويه من تاريخها يعني استهلكه اكتر وبسرعه قبل نهايته؟ اكيد طبعا هو هي لازم يكون ليها تاريخ انتاج وتاريخ انتهاء، ولازم ان انا اراعي النقطه دي بدقه. مش هتكون فاضل مثلا فاضل لها يومين ثلاثه على الانتهاء وانا خزنها على اسبوع بالظبط وان انا استخدمها. وبعدين المواد الغذائيه انا مش بجيبها باكلها في نفس الوقت، ده هي ممكن تقعد معايا، فطبعا ما ينفعش ان انا اجيب تاريخ انتهائها قريب، لازم يكون افضل ان يكون تاريخ انتهائها طبعا بعيد علشان تكون صالحه ما تسببش اي للانسان اي نوع من انواع التسمم الغذائي. بنسمع عن استخدام بعض السكاكين والبرانشات اللي هي المفروض بتقطع عليها سواء كانت خضار او فاكهه او لحوم او الاخره، ان كل سكين مفروض ان يكون مخصوص يعني استخدام السكين في اكثر من ماده غذائيه ممكن يؤدي الى تلوث وممكن يؤدي الى مشكلات كثيره. دكتور اكيد طبعا هو لازم كمان ان انا اهتم بنظافه، لو انا هعمل على منضده خشبيه يعني مثلا لو انا بغسلها قبل ما ابدا ان انا استخدمها، او كمان بعد ما بخلص اللحمه وبعد ما بخلص اللحمه لازم ان انا انضفها كويس جدا، لازم ان انا الخضار لازم ان انا انضف المكان اللي انا استخدمت عليه اشرت مثلا عليه الخضار لازم ان انا انضفه كويس جدا. بردك لازم تكون في بلانشة خاصة بتنظيف الخضروات، بلانشة خاصة لتنظيف أو تقطيع اللحوم، سكينة بردك وأدوات لازم لكل خضروات أو لكل اللحوم. لازم كمان بغسل إيدي قبل طبعا أن أنا أبدأ استخدامها في الطعام، ولازم كمان أن أنا بغسل إيدي بعد انتهاء من تجهيز كل منتج أو كل يعني صنف من أصناف الخضروات. لازم الأواني اللي أنا بستخدمها لازم تكون نظيفة، الأدوات لازم تكون نظيفة لأن كل ده بينقل لي تلوث للغذاء. لازم كمان وأنا بحفظ الطعام عندي في التلاجة بحفظها بطريقة صحيحة. إزاي بحفظها بطريقة صحيحة؟ إن أنا أحط الخضروات النية أسفل الخضروات المطهية. وهنا ممكن يجي لي علل ليه بقى؟ عشان الخضروات النية ممكن تتساقط دماء تحت في الخضروات المطهية، فلازم أحط الخضروات المطهية أو الأطعمة المطهية فوق والخضروات أو الأطعمة النية تحت حتى لا تتساقط الدماء بداخل الأطعمة المطهية. جميل. إيه بعض الأسئلة الدارجة يا فندم اللي ممكن يقابلها أبنائنا وبناتنا من خلال هذا الدرس وأهمها على وجه التحديد؟ مثلا مسببات الفساد بتيجي اكمل في الامتحان يجي يقول لك مثلا ايه هي مسببات الفساد، هتيجي هم اربع حاجات: البكتيريا والانزيمات والتفاعلات الكيميائيه والجفاف. دايما بتيجي في الامتحان اكمل اللي هي البكتيريا والانزيمات والتفاعلات الكيميائيه والجفاف، دي من مسببات الفساد الاغذيه. وفساد الاغذيه طبعا بتقلل لي القيمه الغذائيه بتاعه العنصر الغذائي وبتسبب لي كثير من الامراض للانسان. وبرضك الوقايه من الفساد لازم الانسان الطلبه يكونوا عارفينها كويس قوي، لازم يكونوا عارفين الشروط الواجب في اعداد وتجهيز الاطعمه اللي انا لسه ذكرها من شويه. لازم الفساد البكتيريولوجي ده برضك مهم جدا، وفي فساد بانتفاخ وفساد بدون انتفاخ. لازم كمان يبقوا عارفين اهميه الطعام الدور اللي بيلعبه في حياه الانسان، وانا كنت اتكلمت عليه في حلقه سابقه ودي ليه أهمية بالغة طبعا في حياة الإنسان، ليه أهمية الطعام من النواحي الاجتماعية والسلوكية، أهمية الطعام بالصحة العامة، أهمية الطعام للنمو، أهمية الطعام مقاومة الأمراض، أهمية الطعام كمان في مقاومة الطفيليات، أهمية الطعام للتناسل، ليه أهمية كتيرة. في كتير كمان من العوامل الاجتماعية
اللي بتؤثر في حياة الإنسان، قلنا هي عامل نفسي وعامل ثقافي وعامل اقتصادي وعامل الإنتاجي الغذائي. ممكن يجي برضك هنا علل، هل العامل الاقتصادي يعتبر سبب من أسباب سوء التغذية؟ لا طبعا خالص، العامل الاقتصادي مش سبب من أسباب سوء التغذية، لأن العامل الاقتصادي ممكن يكون ناس معاهم دخل مرتفع بس بينفقوه في طعام مش صحي سيء. بالظبط، زي الوجبات السريعه، زي الحاجات اللي هي التيك اواي دي، مش بتمد جسم الانسان خالص باي نوع من العناصر الغذائيه، هي بتمده بدهون ومحتوى عالي من الصوديوم، بيؤدي لارتفاع ضغط الدم. طب هنلاقي مثلا على النقيض، هنلاقي في ناس عندها ساده دخل متوسط او منخفض بتاكل اكل صحي، بتاكل جبنه قريش، بتاكل خضروات، بتاكل بصل، دي كلها بتمد للعناصر الغذائية بجسم الإنسان. تنصح ايه ابنائنا وبناتنا علشان الديتيلز والتفاصيل الكثيره قوي بين الصحه والفساد وشروط معينه يبقوا في ذهن اولادنا بشكل مستمر؟ هل هو مساعده الابوين في المنزل، ماما مثلا في المطبخ بنساعدها؟ هل هو التدريب الكثير؟ هل هو المران؟ هل هو الحفظ الى حد ما؟ امتى نبقى عندنا حفظ؟ امتى يبقى عندنا مران؟ وازاي نقدر ننمي هذه المعلومات ونخليها على طول واقع حياتي مستمر؟ هي مادة الصحة الغذائية أصلا من المواد الشيقة واللذيذة، معلومات عامة بالظبط، فهم بيتعاملوا أصلا في يعني الحاجات دي بنتعامل فيها كلنا في البيت، في هم كمان بينزلوا الطلبة في المدارس الفندقية بينزلوا التدريبات العملية في الحصص العملية، فهم بيدخلوا المطبخ بيدخلوا المطعم، فبتبدأ الحاجات دي بيمارسوها بشكل عملي. فإحنا مش محتاجين للحفظ، إحنا محتاجين للفهم أكتر من الحفظ، لأن كل الحاجات دي إحنا بنمارسها بشكل عملي في الحياة العملية أو في مدرستنا، فبالتالي طبعا الحاجات دي كلها في أذهاننا ويعني بتكون حاجات سهلة علينا. يعني دكتورة أسام محمد مصطفى، معلم مواد فندقية بوزارة التربية والتعليم، مادة الصحة الغذائية للصف الثالث ثانوي الفندقي، استمتعنا بحلقة النهارده دكتورة، واكتسبنا معلومات في غاية الأهمية، مش بس لأبنائنا الطلاب، ده كمان لربة المنزل. بشكرك واتمنى لك مزيد من التوفيق. شكرا لحضرتك. شكرا ليك. شكرا لكم اعزائي المشاهدين، وده كان حصتنا النهارده ومحاضرتنا النهارده في غايه الاهميه عن الاطعمه وفسادها وعن الحفاظ عليها. اكيد معلومات في غايه الاهميه، اكيد انتم خلاص عرفتوها وجاهزين للامتحان من خلال هذه المحاضره البسيطه الجميله الرشيقه ايضا. بشكركم واتمنى لكم مزيد من التوفيق. الى اللقاء.